فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب تنصحون بقراءته في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ كتب كثيرة التي ألفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، راجعوا الدرر السنية تجدون المشايخ بيّنوا سيرة الشيخ، لا سيما المؤلف هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، له كتاب اسمه المقامات، كتاب المقامات، رد فيه على من تنقص الشيخ وقال أنه جاهل وأنه ما درس على العلماء وأنه الشيخ عبد الرحمن بيّن نشأة الشيخ ومشايخه وأين تعلم وأين درس، بيّن هذا وبيّن دعوته، كيفية دعوته، رد على هذا المجرم. المقامات، نعم، هو موجود في الدرر السنية، نعم.